السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال وكمان الصحه ان شاء الله. اليوم غادي نصاوب معكم دجاج محمر. غادي ندير واحد جوج دجاجات، الوزن ديالهم بالحجم صغير. غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في التوجد ديالهم. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، وان شاء الله الا مشيتو جربتوها غادي تصدق لكم وغتولي هي المعتمده عندكم. نبداو الطريقه مع المقادير. اول حاجه كناخدو كنديرو قزبر ومعدنوس. انا كنقطعهم رقاق، ما كنطحنهمش. عندي هنايا 4 ديال الدريسات ديال الثومه، كل دجاجه عندي درت فيها 2 دريسات ديال الثومه. عندي هنا بصله صغيره محكوكه، عندي هنايا حامض مصير. حامض مصير ضروري مع الدجاج محمر، راه كيجي زوين وكيعطي واحد المذاق زوين. هنا غندير شويه ديال الملحه، الملحه حسب الذوق وعلى حسب الكميه. طبعا الا درتو اكثر من هكذا، اكثر من جوج دجاجات او اقل، كتبقاو يا اما تنقصوا. الا درتو قل غتنقصوا من المقادير، درتو اكثر غادي تزيدوا. عندي هنا العسل، العسل حتى هي ماشي ضروريه، ولكن من الاحسن دار لانها كتعطي واحد التهليكه زوينه، واحد المذاق، وكتحمر الدجاج ملي كيكون يلاه كيطيب كيتحمر. عندنا هنايا الهريسه، عندي معلقه صغيره ديال السمن حار، بالنسبه للعطريه غادي ندير سكنجبير، غندير معلقه صغيره ديال السكنجبير، معلقه صغيره. معلقه صغيره ديال الخرقوم، ماشي الخرقوم، ديال الملون الاصطناعي زعفران. معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقة صغيرة ديال الخرقوم. عندي هنايا زعفران شعرة، درتو في الماء سخون. اول حاجة غادي نزيد شي شوية ديال الماء، ما ديروش الزيت دابا نهائيا، حيت كنشرملو الدجاج وما كنديروش فيه الزيت، باش ديك التشرميلة تدخل لينا في الدجاج. حتى كنجيو نطيبوه عاد كنديرو الزيت. غندير شوية ديال الماء، من بعد غادي نخلطو هاد الشرميلة ديالنا كاملة. اللي ما عندوش زعفران الشعرة يقدر يستغنى عليه، أولا تبدلوه بالضامات البنة ديال الشعرة. هنا غادي ناخذ الدجاج وغادي نشرملوه. بسم الله. تحاولوا له تدخلوا الشرميله كل شيء على البلايص كاملين، كتحاولوا تدخلوا فيه. كتقبلوا له الصدر ديالو يا اما بموس او لا هكا، باش كتدخلوا فيها التشرميله. كما كتشوفوا بهذه الطريقه، الصدر خصو يكون فيه التشرميله لداخل باش كيجي فتي وكيجي بنين. اول حاجه بعد الدجاج ملي كتغسلوه، من الاحسن يبات عندكم في الثلاجه مغسول، وملي كتغسلوه كترقدوه في الحامض والخل، كتغسلوه شويه ديال الطحين مع الماء وشويه السكنجبير باش كيبيض، وكترقدوه في الحامض باش كتحيد منه ديك الزفوريه ديالو. نفس الشيء غادي نديرها للدجاجه الاخرى.
بالنسبه للكبده اللي كنرافقوها معاها، كاين اللي كيسلقها في الماء وكاين اللي كيديرها مباشره، انا ما كنسلقهاش، يعني ملي كنشحر الدجاج من بعد كنديرها كطيب. ضروري ديروا فيها هاد الفتحات في الصدر باش تدخلوا ديك الترميله في الصدر. غادي تجمعوا ليهم رجيلات ديالهم، انا غنجمع ليهم رجيلاتهم حيت هنا كيقطعوا لهم، هنا كتكون واحد البلاصه تقدروا تدخلوها غير الرجل فيه بحال هكايا. انا فاش خديناهم قطعوا له ديك البلاصه ما عندها فين تدخل، غادي نربطها بخيط، غادي نربطهم بجوج بهم بالخيط وغادي نخليهم على الاقل على الاقل واحد نصف ساعه، من الاحسن يبقاو اكثر من نصف ساعه ولكن على الاقل واحد نصف ساعه تخليوهم، ومن بعد عاد غادي نصبغهم. غادي نربط لهم رجيلاتهم ونخليهم واحد نص ساعه ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا عليهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا الدجاج من بعد ما شرب الترميله اللي درنا ليه، يعني من نص ساعه اكثر من نص ساعه من الاحسن باش يشرب الترميله مزيان، من بعد كنديروا في كوكوت، ومن الاحسن الصدره تكون هي لتحت حيت الصدره هي اللي كتشد الطياب اكثر. كنزيدوا عليها الترميله عندي هنا بصله وحده مشلضه كنزيدها، كندير بصله وحده دابا ومن بعد عاد كنزيدوا البصله. عندي هنا الزيت مخلط زيت بلديه مع الزيت المائده. عندي هنا زعفران الشعره من بعد ما تلقات راسها كنصفيها. دابا كنزيد شويه ديال العطريه باش حتى المرقه من تجي خاتره وتجي فيها البذق ديال العطريه ماشي غير الدجاج بوحدو، فكنزيدو واحد نص معلقه من كل حاجه، نص معلقه ديال الابزار، نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال الخرقوم زعفران، نص معلقه ديال سكنجبير، ونص معلقه ديال خرقوم. وغندير ثلاثه ديال العويدات صغيورين ديال القرفه، الا عندكم يعني عود كبير من هكا ديروا غير واحد اولا غير جويجات، انا عندي صغيورين. دابا غادي نشعل عليهم النار مهيله وغنخليهم حتى يتشحروا، ونزيد لهم شويه ديال الماء نغطي بهم شويه الدجاج باش يطيب لنا الدجاج كله في دقه واحده، ما يطيبش لتحت ويبقى الفوق. ملي غادي يتشحروا من بعد نتلاقاو باش نكملوا عليهم ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما غلى لينا الدجاج، دابا انا عندي هنا الكبده، كما قلت لكم انا الكبده ما كنسلقهاش، وكاين اللي كيبغي يسلقها كل واحد كيدير اللي بغى. المهم كنحطها هنا في الجناب باش كطيب لي مع هاد العطريه اللي درت، وكنزيد عليها الماء سخون. خصني الدجاج يتغطى باش ملي كيطيب كيطيب كله في دقه واحده على هذا الشكل. صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه على نور بوطه مهيله حتى كيطيب لنا الدجاج، ومن بعد نتلقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما الدجاج ديالنا طاب حيدتو من هاد المريقات، ودابا عندي هنايا جوج ديال البصلات شلطتهم رقاق، غادي نزيدهم على هاد المرقه وغادي نقص عليهم البوطه وغادي نخليهم حتى تعقد لينا باش تجي لينا المريقه مدغمره. هذه هي الطريقه اللي كتخلي ان الدجاج محمر كتجينا المريقه ديالو كتجي مدغمره. صافي غنقص لهم البوطه حتى كتدغمر، من بعد الدجاج كندهنو، انا ما كنقليهش في الزيت كندخلو الفران، كندهنو بشويه ديال الهريسه مخلوطه مع شويه ديال السمن حار اولا زيت بلديه، كدهنوه وكتدخلوه الفران حتى يتحمر. غادي نخليكم حتى نحمر الدجاج
ومن بعد تعقد لي المريقه ديالنا ونتلاقاو مع الشكل النهائي ان شاء الله. يا ليلى وصلت على نبي.